تعال اقول لك النهارده قصه من اواخر العصر المملوكي والعثماني، يعني سنه 1700 وشويه كده. انتشرت خزعبلات واساطير كتيره جدا جدا، الجبرتي كان كاتب عنها في كتابه، والنهارده بيحكي عن مجموعه من الجنود المصريين اللي وقعوا اسرى في حرب في بلاد الفرنجه، ويوم اشتروا معزه عشان يذبحوها قربان لربنا وهم عاملين مجلس ذكر عشان ربنا يفك اسرهم. الحارس اللي كان بيحرسهم قال لهم لا مفيش الكلام ده عندي، وخد منهم المعزه وراح بيته. نام شاف رؤية مزعجة، في الوقت ده أدرك إن المعزة دي مباركة، رجع لهم المعزة وأطلق سراحهم وكمان إداهم فلوس، خدوا مركب وطلعوا على مصر ومعاهم المعزة المباركة. أول ما وصلوا القاهرة راحوا على مسجد السيدة نفيسة، قضوا ليلتهم بوار الضريح، والصبح لقيوا المعزة فوق المنارة وسمعوها الإيه بتكلم الناس. لقط الحكاية دي خادم المسجد الشيخ عبد اللطيف، كان راجل ذكي جدا، أشع بين الناس إن السيدة نفيسة خطبته من المقصورة بتاعتها ووسطه بالمعزة دي. أهالي القاهرة نهلوا على المسجد عشان يشوفوا المعزة المباركة، وكله عايز يتبرع لها. اتفتح للشيخ عبد اللطيف باب رزق كبير جدا، ودرجات التبرع كان لكل باب درجة، الرؤية المجردة تمن، المسح على جسمها تمن، انهالت الهدايا على الشيخ عبد اللطيف. قال لهم والله إن المعزة دي ما بتاكلش غير اللوز والفستق، ما بتشربش غير مية الورد المحلاة بالسكر المكرر. كانت الناس بيبعتوا له اطنان من اللوز والفستق والسكر المكرر وميه الورد. وصلت القصه لدرجه ان بعض السيدات الاغنياء كانوا بيبعتوا له الذهب من الاساور والحلقان للشيخ عبد اللطيف عشان يزين بيهم المعزه. ايامها كان موجود الامير عبد الرحمن كتخدة، كان واحد من اعظم الامراء حسما وكان واعي جدا. بعت للشيخ عبد اللطيف وقال له معلش جيب المعزه وتعالى عشان اهل بيتي من الحريم بيتبركوا بيها، مش هينفع يجوا المسجد. راح الراجل بقى على قصر الامير عبد الرحمن كتخدة، وجمع بضوع الطرق الصوفيه بالرايات الخضراء وموكب مهيب، وقاعد على البغله بتاعته وشايل المعزه في حضنه، والناس متجمعه من كل انحاء القاهره بتتفرج على ايه المعزه المباركه. دخل القصر، قام الامير عبد الرحمن وضيوفه من العظماء والوجهاء استقبلوا الشيخ عبد القادر والمعزه بتاعته، واستاذن الامير ناخد العنزه جناح الحريم عشان يتباركوا بيها وارجعها لك تاني. قال له اتفضل، خدها يدخلها للحريم ورجع. وجه ميعاد الغداء، امر الامير عبد الرحمن كتخدها بمائده الطعام. دخل الخدم شايلين الفته عليها لحمه، وكله فضل ياكل، وكل شويه الامير عبد الرحمن يقول له ياخد حته سمينه ويقول له كل يا شيخ عبد اللطيف، والامراء حواليه عمالين يضحكوا ويغمزوا لبعض. لغايه ما خلصوا الاكل والشرب والقهوه، قام الشيخ عبد اللطيف يستاذن في الانصراف وقال له اسمح لي جنابك بالمعزه. قال له معزه ايه؟ قال له المعزه المباركه اللي موجوده في جناح الحريم. قال له المعزه ما دخلتش جناح الحريم، المعزه دخلت بطنك يا كذاب يا فاجر يا نصاب. الراجل اتخض وحاول يهرب، لكن الامير مسكه وامر بضربه 60 عصا، وجاب جلد المعزه وحطه على الامامه بتاعته ولفه بيه شوارع القاهره كلها عشان يكون عبره لغيره من الافاقين النصابين اللي بيستغلوا سذاجه الناس ويتعاطفوا مع الاساطير ويبتزوهم بالاموال والهدايا.